وطن وأمة وقارة، وإنجاز تاريخي ألهب مشاعر ملايين الجماهير الشغوفة عبر العالم. ودروس قدمتها النخبة الوطنية في قيم الوطنية وفخر الانتماء نسجها فريقنا الوطني لكرة القدم بقيادة مدربه الشاب وليد الركراكي ضمن رحلة المونديال بقطر، رحلة مليئة بالأمجاد والبطولات، من حلم إلى رغبة فطموح مشروع، بأداء متميز فإرادة قوية تحققت معها مكاسب وإنجازات تاريخية يخطها المغرب ملكا وشعبا ونخبة وطنية بمداد من الفخر والاعتزاز للرياضة المغربية والعربية والإفريقية. لحظة للتاريخ لكتابة تاريخ أمجاد الأمة المغربية في حاضرها ومستقبلها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فاليوم نقطف إحدى ثمار السياسة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وللرؤية الملكية المتبصرة للرياضة ببلادنا. فولادة لبنة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم كانت سنة 2010 لتساهم في انتقاء وتكوين ممارسين لرياضة كرة القدم من مستوى احترافي عالي، وتضاهي مراكز التكوين المهنية الأوروبية ذات الصيت العالمي. نعم سيدي، أعزك الله، يحظى بشرف الاستقبال والتوشيح من طرف جلالتكم نصركم جامع ولاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المتألق في نهائية كأس العالم قطر 2022. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع. وسام العرش درجة قائد. الناخب الوطني السيد وليد الركراكي. الاستقبال الملكي لمدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي الذي استطاع في زمن قياسي بضعة أشهر من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية. وسام العرش درجة قائد. بحرفية عالية وتنافسية قوية وغيرة وطنية صادقة وقيم إنسانية راقية أدى الفريق الوطني منافسات بطولية. اللاعبون السيد غانم سايس محترف بنادي بشكتاش التركي. وسام العرش درجة ضابط. تكريم ملكي لعميد الفريق الوطني غانم سايس الذي أبان عن روح قيادية في مختلف مباريات المونديال التي جمعت الفريق الوطني. سيد ياسين بونو محترف بنادي اف سي سيفي الإسباني.
وسام العرش درجة ضابط. حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو أول حارس مرمى إفريقي يحافظ على نظافة شباكه خلال ثلاث مباريات. أرقام قياسية عديدة دخلت سجل مفاخر النخبة الوطنية. السيد أشرف حكيمي محترف بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أشرف حكيمي وسام العرش درجة ضابط. أشرف حكيمي تجربة فريدة متفردة كمدافع يحسب له ألف حساب وجدار منيع انكسرت أمامه كرات الخصم تباعا، وتكريم ملكي لجلالة الملك حفظه الله نصره الله. السيد نصير المزراوي محترف بنادي بايرن ميونخ الألماني وسام العرش درجة ضابط. نصير مزراوي دراع آخر من أدرع دفاع المنتخب الوطني الذين عزفوا على أرضية ملاعب قطر سيمفونية مجد كرة القدم المغربية. السيد سفيان أمرابط محترف بنادي فيورنتينا الإيطالي. وسام العرش درجة ضابط. وسط الميدان سفيان مرابط وواسطة عقد المنتخب الوطني النفيس بكل عناصره المتسمة بالاحترافية العالية والتنافسية القوية، كان حاضرا بقوة في المقابلات السبع لأسود الأطلس. السيد نايف أجرد محترف من نادي وست هام الإنجليزي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. المدافع نايف أجرد هو ورفاقه من أجل الوطن، هانت الإصابات وحشدت الهمم، فرفع العلم الوطني عاليا تهون في سبيله كل المحن. محترف بنادي تشيلسي الإنجليزي. وسام العرش درجة ضابط. حكيم زياش ذو القدم اليسرى الذهبية والروح القتالية العالية، المؤمن حتى النخاع بأن النصر لا طعم له إلا تحت الراية الحمراء بالنجمة الخضراء. محترف بنادي أنجي الفرنسي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. عز الدين ناحية الضوء الساطع في كل اتجاهات الملعب وثمرة من ثمار أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. سيد عبد الرزاق حمد الله محترف بنادي اتحاد جدة السعودي. قول هذاك عبد الرزاق حمد الله اسهام في صنع لحظات مونديال 2022. سيد انس زروري محترف بنادي بورنلي الانجليزي. وسام العرش درجة ضابط. أنس زروري سواعد قوية واعدة من لمنتخب قوي متماسك، حقق فوزا كان حلما صار حقيقة وشرع الباب نحو عطاءات هي طبيعي. اليوم أحلام ومفخرة. محترف بنادي سامبدوريا الإيطالي. وسام العرش درجة ضابط. قصة نجاح كروية أخرى أضافت لسجلها صفحات مشرقة في مونديال قطر. سيد منير الكجوي محترف بنادي الوحدة السعودي. وسام العرش درجة ضابط. منير الكجوي شباك مرمى ملعب التمامة ستظل شاهدة على بلائه الحسن في مباراة المغرب ضد بلجيكا. محترف بنادي كوينز بارك رانجرز الإنجليزي. وسام العرش درجة ضابط. إلياس الشاعر نصف نهائي كأس العالم كان حلما، واللعب من أجل الوطن مخلال هو الفرصة لتقديم الأفضل. محترف بنادي تونس الفرنسي. وسام العرش درجة ضابط. زكريا بوخلال عزيمة وإرادة لمهاجم لا تفتر، وإن وصلت إلى شباك الخصم وحققت الهدف فالعود والمسير من جديد نحو الشباك هو الأمل. محترف بنادي ستاندارد ليج البلجيكي. وسام العرش درجة ضابط. سليم أملاح شغف قوي بالقميص الوطني وإرادة تتحدى الصعاب،
لتشريفه والشرف باقتدائه. سيد عبد الزيزولي محترف بنادي أوساسونا الإسباني. وسام العرش درجة ضابط. عبد الصمد الزلزولي، إذا كان للطموح مرادف فالزلزولي الشاب مرادفه، ويكاد اسمه يوازي فعله في الملاعب. محترف بنادي أنجيل الفرنسي. وسام العرش درجة ضابط. سفيان بوفال، لن ينسى العالم رقصة بوفال رفقة والدته بعد الفوز على منتخب البرتغال، وهي ليست رقصة فرح لفوز كروي فقط. محترف بنادي الريال بايادوليد الإسباني. بل هي عنوان قيم إنسانية نبيلة. جواد اليميق. وسام العرش درجة ضابط. المدافع الشرس، جود وعطاء بلا حدود على أرضية الملعب. أسد متشرب بروح القتالية. سيد محترف بنادي اف سي سيفي الاسباني، خريج اكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. يوسف نصيري، من تربى على ارض اكاديمية محمد السادس لكرة القدم لن يرضى الا بالنصر. سيد اشرف داري، محترف بنادي ستاد بريست والفرنسي. وسام العرش درجة ضابط. اشرف داري، مسار مشرف وموهبة كروية لبت نداء الواجب الوطني. سيد وليد شديرة، محترف بنادي باري الإيطالي. وسام العرش درجة ضابط. وليد شديرة، مهاجم المنتخب الوطني، فخر واعتزاز بالقميص الوطني، وجهد تلو جهد، فالمطلب عزيز وجسر العبور إليه مليء بالمطبات. سيد أحمد رضا التقناوتي، محترف بنادي الوداد البيضاوي، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. أحمد رضا التقناوتي، حارس بمؤهلات عالية، فالأرضية التي أنبتته هي أرضية أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. محترف بنادي جانك البلجيكي. وسام العرش درجة ضابط. بلال خنوس، صغير في عمره كبير في وطنيته، عملاق في حلمه، أخلاق الكبار وعزيمة الشباب. سيد بدر بنون، محترف بنادي قطر الرياضي. وسام العرش درجة ضابط. بدر بنون، احترافيته وأخلاقه العالية وقود وطنيته التي يضخها قلب الناضج بحب الوطن. محترف بنادي الوداد البيضاوي. وسام العرش من درجة ضابط. يحيى عطية الله الإدريسي، لأن الهدف واحد وقبله الحلم واحد، فإن الموعد أصبح واحد أيضا، وعلى أرض واحدة تجسدت الإرادات. أخيرا السيد يحيى جبران، محترف بنادي الوداد البيضاوي. وسام العرش درجة ضابط. يحيى جبران، من كل المشارب الكروية تشربوا، والتحمت الخبرة بالخبرة، وزادت الإرادة الكتيبة قوة، فالتألق أبدا لم يكن صدفة، هو عمل شاق ومسار طويل، لكن بنفس الإصرار والتحدي تحقق ما كان يبدو مستحيلا. استقبال ملكي سامي يخصص لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، وجلالة الملك حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصورة للتاريخ، تاريخ مجيد حافل بالبطولات، إنجاز تاريخي عظيم حققته النخبة الوطنية خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022. مسار متألق أبهر العالم، وأرقام قياسية دخلت السجل الذهبي لكرة القدم المغربية، ولن تكتمل صورة الفرح والاعتزاز هاته إلا بأمهات أنجبن رجالا أسودا حرص جلالة الملك حفظه الله على إشراكهن في هذه الملحمة الوطنية والصورة التذكارية، عربون اعتراف لما بذلنه في تربيتهم على الأخلاق العالية
والإنسانية قبل الأخلاق الرياضية الكروية. أوسمة ملكية كريمة من يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على صدور أسود الأطلس أبطال المغرب. كرة القدم الوطنية قالت كلمتها في مونديال قطر 2022. العالم بكامله رأى وعشق المواهب المغربية أسود الأطلس التي حاربت بندية أقوى وأعتى الفرق. لحظة للتاريخ يقدم خلالها أسود الأطلس إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تذكارا تعبيرا منهم عن المحبة اللامشروطة والوفاء الدائم للعرش العلوي المجيد والامتنان للرعاية والعناية الملكية السامية التي أحاط بها جلالة الملك حفظه الله أسود الأطلس طيلة منافسات كأس العالم بقطر 2022. هو امتنان وشكر للعناية الملكية الدائمة التي يشمل بها جلالة الملك حفظه الله الرياضة والرياضيين، والتي أثمرت سياسة رشيدة رفعت من شأن الرياضة الوطنية عاليا وحققت بفضلها مكاسب وإنجازات للتاريخ تشكل مفخرة أجيال وأجيال، هي عناية يوليها جلالة الملك حفظه الله لكافة المجالات والميادين حرصا من جلالته على ضمان التقدم والتطور الشامل والعيش الكريم لكافة المواطنين وضمان الصورة المشرفة اللائقة بمغرب التاريخ مغرب الأمجاد والإنجازات العظيمة. كرة القدم الوطنية هي في فرحة كبرى وعرس كبير وتشريف ملكي تحظى به عناصر النخبة الوطنية أسود الأطلس التي حاربت بندية أقوى وأعتى الفرق متصدرة القائمة العالمية لتصعد الدرجة بدورها نحو العالمية. ولن يكون مونديال قطر إلا بداية لصعود يتلوه صعود، فكتيبة وليد الرقراقي كتيبة وليد الرقراقي بأبطالها تعد بالعطاء الكثير وبالإنجازات الكثيرة. الفتح المغربي هذا فتح أبوابا كبيرة وكثيرة للأمل بأن كل الأحلام قابلة للتحقيق، فأركانها الأساسية قائمة رؤية ملكية سديدة وإرادة وطنية راسخة ولحمة قوية وثقة ثابتة بأن المستحيل ليس مغربيا تحت شعار الله الوطن الملك.